فريق جمعية وهران الذي عاد إلى واجهة النتائج الإيجابية استقبل مولودية العلمة المعروف عنها كفريق متجانس أبدأ استماتة في الدفاع خاصة الحارس أسرير. سيطرة الجمعية لم تتجسد طيلة الشوط الأول وضيعت فرصا كان بإمكان بن قابلية وثابتي وجمعوني ترجمتها إلى أهداف. الشوط الثاني سار على نفس المنوال، أشبال المدرب بالشاد ليهاجمون وأبناء المدرب أيد جودي سجلوا عودة كلية للدفاع، وهذا للحفاظ على الشباك نظيفة. ولكن في الدقيقة 86 تمكن اللاعب البديل لجمعية وهران بالعلام من تسجيل الهدف الوحيد، لتعرف المقابلة طرد اللاعب همامي وحارس المرمى أسرير من صفوف مولودية العلمة.